سالي، بنبقى بدار الأسد للثقافة والفنون والنشاطات والفعاليات المستمرة. فقد أقيم أمسية موسيقية غنائية حملت عنوان حول العالم في 10 مقطوعات، أحيتها الفرقة السيمفونية السورية الوطنية بقيادة المايسترو ميساك بابودريان بمشاركة الفنانة سوزان حداد. التفاصيل مع زميلتنا ربا صالح اللي كانت متواجدة بالمكان ورجعت لنا بالمادة التالية. الموسيقى العالمية هي لغة كل الشعوب، فنحن لازم نكون مطلعين عليها أكيد كوننا دارسين أو غير دارسين. وأوركسترا عنا جميل جدا وعزفهم حلو. طبعا هي الموسيقى اللغة العالمية الوحيدة المشتركة بين العالم كلياته، والموسيقى هي روح الإنسان. بس يجي لهون أنا بطلع غير إنسان. أكيد بتعكس كتير أشياء حلوة وبتسقل للروح والأحاسيس، بتحاكي الأحاسيس بشكل لا يوصف. فرقة السيمفونية الوطنية هي من أهم الفرق يعني بسوريا، وفيها يعني من أهم العازفين عنا بالبلد، وهو يوم يعني مميز لهيك شيء.